يسعد مساكم. بالفيديو الثاني بموضوعنا بمجال اللابتوب عم نتدرج فيه من الشغلات البسيطة وبتعمق فيهم شوي شوي. بأول فيديو حكينا بالفيديو الماضي اللي حكينا عن القطع المكونات البورد، حكيناهم بخصوص المكونات الصغيرة أنواعها، وما حددنا الأي سيات هاي لشو هاي لشو، ولا حكينا على المداخل والمنافذ هيدول والكونكترات، ما اطلعنا عليهم. الخطوة الثانية اللي بدنا نعملها هلا هون انه نتعرف على البورد، على هيدي المكونات كلها. هيدي خطوة كثير مهمة بعالم الصيانة، فيك تقول هي نص الصيانة، لما تعرف بورد معينة، هاي الاي سي لشو، هذا المدخل لشو، هذا المنفذ لشو، وتشتغل على هالاساس وبعدين بتصير تتعمق اكثر. طيب هلا هون انا عملنا هذا التشريح، هو بيتسمى عملنا لكل قطعه قطعتها شو هي شو نوعها، في كيف فيني مثلا انا اعرف انه هيدي القطعه لشيء، او ابسط في ابسط شغله انه في عنا اساليب، عده اساليب منها انك فيك تاخذ الرقم من الاي سي، رقم الاي سي هيدا مثلا ال اس 283، تفتش على جوجل وتجي بتعرف من الشركه اللي مصنعه هيدي شو وظيفته. الطريقه الثانيه مثل ما شفت هون، هيدي الاي سي هي رقم يو 21، اذا كان عند سكيماتيك المخطط روح على اليو 21 وبجرب اعرف شو هي هيدي الاي سي اللي موجوده هون اليو 21. هيدي هي الاي سي، فيني اخذ رقمها، هذا الرقم اللي شفناه ال ال اس 283 اللي شفناه هون يكون موجود بسكيماتيك تحت. فيني اقرا من هون عنوان عام، هون مثلا بيقول لي الاوديو كوديك، عرفت انه هيدي لها علاقه بالصوت، هيدي اي سي الصوت. فيك تعرف من هون في بعض المسائل بدك تحللها، تجرب تحللها من الخطوط، تشوف الداتا شيت اللي لها وهالمسألة. هيدي فهمتكم كيف بنطلع، وهيك بنبلش وحده وحده لكل جهاز. طيب شوف هون، هات لنا بنحكي هون على الموضوع، خلينا نطلع شوي بما انه بلشنا هون بهيدي الاي سي، هي الاوديو كوديك يعني اي سي الصوت. عادة اي سي الصوت بتكون قريبة لوين؟ لمدخل الهيدفون السماعة، هي هاي مكانها. طيب عندنا هون منظم جهد بيعطي 1.5 فولت، اكيد يتابع للواي فاي، للواي فاي كارت، هذا منفذ تغذية الواي فاي كارت. تحته دغري مدخل الباور يلي من خلاله بنحط الفيشة الشحن، مدخل الباور. خلونا نجي على المنافذ اللي هون، اليو اس بي 3، اليو اس بي 3 منفذ، مدخل اليو اس بي 3 بتعرفوا من اللون الازرق، اليو اس بي 2 العادي، هيدا اسرع من هيدا بيكون باضعاف. عندنا مدخل الاتش دي ام اي، معروف الاتش دي ام اي، هذا شكله الطبيعي. عندنا مدخل الايثرنت يلي من خلاله فينا نوصل الجهاز على شبكة الانترنت ككيبل، وفينا نوصل كشبكة لابتوبات مع بعضها تشتغل كشبكة وحدة. هيدا بيتميز، هيدا في عنا هون اي سي هي مثل كأنها فلتر للبيانات يلي عم تنقل عبر الشبكة. عنا اي سي هيدي اللود سويتش، اللود سويتش عادة بتنعمل للحماية، تابع على يو اس بي 3. الاي سي الكبيرة هون هذا الانتل سيرم هو المعالج، وبنفس الوقت بهذا الجهاز هو الفي جي اي او الجي بي يو مدموجين بقطعة واحدة. نيجي شوي لهالميلة، كل شيء بس تلاقي بي يو يعني هيدي اي سي باور،
باللابتوبات في عنا أعداد كبيرة من ICات الباور، أعداد كبيرة من منظمات الجهد، سواء كانت LDO أو Back Converter. هيدا الباك كونفرتر يتميز بالملف يلي حد LDO سبق شفناه بيجي بهذا الشكل. طبعا كIC بتكون هيدا هون LDO. IC شغلتها بتكون اكثر من المنظم الجهد، هي داخليا هي منظمات جهد لكن فيها وظائف اكثر. هون عندنا هيدا اليو 25، هلا بتفكرها هي IC بس طلعت هي بالرجوع للسكيماتيك هي MOSFET. طبعا الرام، سلوت الرام، IC الشحن، باك سويتش كونفرتر يعني منظم جهد بيعطي هذا 1 فولت. في عندي هذا الODD كونكتر، الاوبتيكال هارد درايف بيتسمى، يعني يلي فينا نوصل عليه السيدي روم. في عنا هون سويتش انيبل، هيدي مثل السويتش يعني مفتاح كهربائي بعد إشارة بتشتغل. عنا دوال لود سويتش للحماية على خطين بتشتغل هيدي. عنا هون الـ HDD كونكتر، الـ هارد درايف كونكتر، الـ هارد العادي المعروف. بنكفي هون مع هيدي النموذج. في عنا هون IC2 باور، الخمسة وثلاثة فولت من أشهر الأيسيات الباور بالجهاز. عنا IC باور تعطي هون فولتات 2، 1.35 و0.67 6.75. عنا هون الـ LVDS Translator، هيدول بيانات الشاشة بينتم نقلهم هون، التحكم فيهم من خلال هيدي القطعة. الـ LDO Fan Driver، هيدي منظم جهد بيغذي بيعطي التغذية لمين؟ لهون كم لاحظوا هون على طول، يعني الـ IC بدها تكون قريبة لمكانها ووظيفتها. بالجانب الثاني بنفس الميلة عندنا هذا الكونكتر، حتى هو إذا كتب له هون جي فان، فان هو المروح، مروح. بنفس الوقت نفس الشيء مثل ما شفنا الـ LVDS Translator، هذا هو وين رايح؟ على كونكتر الشاشة. هذا البيانات الشاشة بدنا نقلها عبر هيدي الـ IC. هيدي الميلة خلصناها، فهمنا هون القطع الموجودة. ننتقل للميلة الثانية. في عنا التاتش بانل شايفينها، في لها كونكتر خاص. عنا كمان كونكتر للسبيكر، سبيكرات بيجوا كنا سبيكرات صغار. في عنا كونكتر بيجي عريض تابع تمين للكيبورد. كمان عنا هون كونكتر هيدا للبطارية، هيدا البطارية هون بتكون بلت ان يعني داخلية مثل بطاريات اللابتوب الموبايل وهالمسائل داخلية. في عنا هيدي الاي سي اسمها الاي سي، اي سي امبيدد كنترول، وظائفه كثيرة من خطوط التحكم، اشارات تفعيل. الوظيفة كمان اساسية له هو كيبورد كنترولر، كل عمليات عمليات الادخال والاخراج بهدول بالكيبورد بالتم، حتى كبسة زر الباور تجي عند هذا القطعة الاي او بيتسمى السوبر اي او، كمان قطعة كثير مهمة باللابتوب. دوال لود سويتش حكينا عنه قبل. عنا قطعة كثير مهمة هي هون الاس بي اي روم، هي عبارة عن ذاكرة بنسميها البايوس. عنا هون جماعة الموبايل بيعرفوا كثير الهول سنسر، انت لما تسكر الجهاز كيف تطفي
اللابتوب كيف بيطفي الشاشة تلقائيا، هيدي بتتحسس مغناطيس بقلب الشاشة، بيكون على طرف الشاشة، بيعرف انه هيك تسكرت الشاشة، المعالج بيطفي الشاشة، بفوت بوضع سليب. عندنا هون اي سي حماية لود سويتش، عندنا ايثرنت كنترولر، يعني مين لمين تابعه؟ تابعه لمدخل الانترنت الشبكه العاديه، هذا بيتحكم فيه. عندنا هون اي سي باور خاصه للمعالج، سي بي يو كور سبلاي، يعني بتعطي تغذيات للمعالج. هيدي بشكل عام. عندنا الـ USB 2 Hub Control، هذا بيدعم الـ USB 2 Connector USB 2. هاي بشكل عام. قطع في عندنا بيبقى زر الباور، أحيانا بيكون حاطينه على جنب لحاله ويرتبط مع البورد الثاني بالفلات. هيدي بشكل عام تعرفنا على هيك عادة شو هي الأساسيات اللي بتكون بالبورد اللابتوب والمكونات، وإن شاء الله بدرس بنلاقيكم بدرس آخر معلومات أكثر. يعطيكم ألف عافية.